أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح مادة اللغة الفرنسية. النهاردة هندرس مع بعض قواعد الدرس الثالث من الوحدة الأولى، وفيها هنعرف بعض الرياضات التقليدية العادية وبعض الرياضات الخطيرة، وكمان هنتعلم إزاي نقترح إن احنا نعمل نشاط، وإزاي نقبل هذا الاقتراح أو نرفض هذا الاقتراح، والتعبير عن الرأي والتعبير عن الإلزام، والفعل يجب والتعبيرين يكون مع ويكون ضد. نبدأ بأول جزئية. الرياضات التقليدية أو الرياضات اللي ممارستها لا تمثل خطورة اسمها دي سبور كلاسيك، ونقول أمثلة عليها: لو تنس، لو سيكليزم، لو فوتبول. أما الرياضات الخطرة، يعني اللي ممارستها تمثل خطورة، اسمها دي سبور إكستريم، وغالبا بتكون ألعاب فردية مش جماعية، وناخد أمثلة عليها: لا لوت، لسكريم، لو كاراتيه. ودلوقتي هنعرف كيفية استخدام الثلاث كلمات وي ونو وسي. كلمة وي بمعنى نعم، وطبعا كلمة نو بمعنى لا، أما كلمة سي بمعنى بلا. ودي جزئية بسيطة خالص وسهلة الفهم كمان. كلمة وي تستخدم للإجابة على سؤال مثبت، يعني مثلا: هل ذهبت إلى المدرسة؟ نعم ذهبت إلى المدرسة. هل تناولت الإفطار؟ نعم تناولته، وهكذا. أما كلمة نو فهي تستخدم للإجابة على السؤال ولكن بالنفي، يعني لما أقول لا، هل ذهبت إلى المدرسة؟ لا لم أذهب إلى المدرسة. هل تناولت الإفطار؟ لا لم أتناول الإفطار. طيب كلمة سي يعني بلى. كلمة سي تستخدم للقبول، لقبول الاقتراح، زي بالضبط كلمة وي، ولكن كلمة سي تستخدم لما يكون السؤال منفي، ناخد أمثلة على كل الكلمات دي علشان الأمور تبقى واضحة أكتر. سؤال مثبت: Tu viens avec moi au club؟ Tu viens avec moi au club؟ يعني هل تأتي معي إلى النادي؟ طيب لو الإجابة بالإثبات، يعني أيوة أنا رايح، نعم أنا رايح، فأقول Oui، نعم. Oui، à quelle heure؟ وي أكلر، نعم في أي ساعة، يعني أيوة أنا رايح معاك، وده قبول الاقتراح أو إجابة على السؤال. طيب لو أنت رفضت أو لم تقبل الاقتراح، هتستخدم كلمة نو لا، فتقول نو جو بريفير ألي أو سينما، جو بريفير ألي أو سينما، لا أنا أفضل الذهاب إلى السينما. يبقى الإجابة بالقبول أو الإثبات استخدمت فيها كلمة وي، والإجابة بالنفي أو الرفض استخدمت فيها كلمة نو، وده لما بيكون السؤال مثبت، طيب لو كان السؤال منفيا، السؤال نفسه هو اللي منفي، هترد إزاي؟ لو كنت تقبل الاقتراح ستستخدم كلمة سي، لو كنت ترفض الاقتراح ستستخدم كلمة نو. ناخد مثال: Tu ne viens pas avec moi au club؟ Tu ne viens pas avec moi au club؟ أنت مش جاي معايا النادي؟ مش هتيجي معايا النادي؟ لو أنت رايح معاه فعلا مش هتقول له وي، لا المرة دي هتقول له سي، بلا. سي j'aime faire du sport، يعني بلا أحب ممارسة الرياضة. ده لو أنت قبلت هذا الاقتراح.
طيب لو رفضت الاقتراح هتقول No, je vais regarder la TV. No, je vais regarder la TV. لا, أنا سوف أشاهد التلفزيون. يبقى نراجع مع بعض مرة تانية. لو السؤال بتاعك مثبت، الرد بالقبول باستخدام كلمة وي، والرد بالرفض باستخدام كلمة نو. طيب لو السؤال بتاعك منفي، الرد بالقبول يكون بكلمة سي، والرد بالرفض يكون بكلمة نو. وهتظهر قدامك على الشاشة دلوقتي مجموعة أسئلة على كيفية استخدام التلات كلمات وي ونو وسي. أرجو إنك تحل كل الأسئلة دي في تعليقات أسفل الفيديو، وأنا هصححهم فورا. أهلا بيكم مرة تانية، ودلوقتي هنتعلم إزاي نعمل اقتراح، يعني ازاي نقترح على شخص اننا نعمل حاجة مع بعض او اننا نعمل نشاط معين. هتستخدم التعبير الاتي: ça te dit او ça vous dit، بمعنى ما رأيك. ولكن يجب وضع الاقتراح اللي انت عايز تعمله او اللي انت عايز تقوله قبل سا تو دي أو بعد سا تو دي. فتقول مثلا أستاد سا تو دي، أستاد سا تو دي، وممكن تقول سا تو دي أستاد، سا تو دي أستاد. يبقى سا تو دي أو سا فو دي يأتي بعدها الاقتراح أو قبلها الاقتراح. ويمكن أيضا استخدام التعبير avoir envie de، avoir envie de، avoir envie de يعني لديه رغبة في. يمكن استخدام هذا التعبير للتعبير عن الاقتراح. فمثلا تقول tu as envie d'aller au stade، tu as envie d'aller au stade. وممكن تقول vous avez envie d'aller au stade، vous avez envie d'aller au stade. طيب لو قبلت هذا الاقتراح ممكن تقول oui c'est une bonne idée، oui c'est une bonne idée. وممكن تقول oui je veux bien، oui je veux bien. وممكن تقول برضو oui oui d'accord، oui oui d'accord. وممكن تقول oui bien sûr، oui bien sûr، أو c'est super، c'est super، أو c'est génial، أو pourquoi pas، أو oui. أما لو رفضت الاقتراح فممكن تقول non ça ne me dit rien، ça ne me dit rien. وممكن تقول non je ne peux pas، No, je ne peux pas. وممكن تقول No, merci. أو No, je préfère. وتقول الحاجة اللي انت بتفضل تعملها بعد كلمة préfère. ودلوقتي هتظهر على الشاشة قدامك تدريبات على قبول الاقتراح أو رفض الاقتراح. حل برضو الأسئلة في تعليقات أسفل الفيديو، وأنا منتظرك بعد الحل مباشرة. أهلا بيكم مرة تانية، ودلوقتي هناخد مجموعة تعبيرات للتعبير عن وجهة النظر. فيمكن أن تقول A mon avis، A mon avis. وأيضا Pour moi، Pour moi. وكمان ممكن تقول Moi je trouve، Moi je trouve. وممكن تقول Je suis pour أو Je suis contre، je suis pour أو je suis contre. ومثال على كده moi je trouve l'escalade très dangereuse، moi je trouve l'escalade très dangereuse. ودلوقتي هنتعلم التعبير عن الإلزام، يعني كلمة يجب، يعني هنتعلم مع بعض تصريف الفعل devoir. الفعل devoir هو من المجموعة الثالثة ويصرف كالآتي je dois، tu dois،
il ou elle doit, nous devons, vous devez, il ou elle avec S doivent. ودلوقتي هتظهر قدامك على الشاشة تدريبات على تصريف الفعل devoir. حل التدريبات في تعليقات أسفل الفيديو وأنا منتظرك بعد الحل. وبكده نكون انتهينا من شرح قواعد الدرس الثالث في الوحدة الأولى. أرجو إنها تكون مفهومة، وأرجو كمان إنكم تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي. ياريت تعمل شير للفيديو لكل أصدقائك علشان يوصل لكل الناس اللي محتاجاه. شكرا وأشوفكم في الفيديو القادم. أغوا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى كمان إنكم تعملوا 3 أشياء مهمة جدا. 1 لايك للفيديو، 2 كومنت للفيديو، 3 شير للفيديو. عندي أمل إننا نعمل شير للفيديو 100 مرة، وكل اللي هيعمل لايك أو كومنت أو شير للفيديو سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك هيكون ليهم عندي هدية حلوة جدا. شكرا وأشوفكم في الفيديو القادم. أغفر.